بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من سار بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى وقفتنا الرابعة، ومع نصيحة من النصائح التي نذكر بها أنفسنا وإخواننا الجالسين في الحجر الصحي، وهو أنه من الأمور المطلوبة والواجبة على المسلم هو إحسان الظن بالله عز وجل. وإحسان الظن بالله أمر مطلوب دائما وأبدا، وتشتد الحاجة إليه ويشتد الطلب عند حصول المحن ونزول البلايا والمصائب وتعرض الناس للابتلاءات. فأن تحسن الظن بالله عز وجل هو أن تعلم يا أخي الحبيب أن الذي ابتلاك هو الله سبحانه وتعالى الحكيم الرحيم، وأن الله عز وجل لم يبتلك ليهلكك بهذا الابتلاء، ولا ليعذبك بهذا الابتلاء، ولا أن الله عز وجل يريد أن يؤذيك أو يضرك. فالله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وهو عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، وأرحم بالولد من أمه وأبيه. ولذلك لابد أن تحسن الظن بالله جل جلاله، وكذلك أن تعلم أن الله عز وجل إنما أرسل إليك هذا البلاء كما أرسله إلى غيرك من الخلق، ليمتحنهم ويمتحنك، ويختبرهم ويختبرك، فينظر ماذا تصنع وكيف يكون ظنك بربك جل جلاله، ويعلم مدى إيمانك به وصبرك على قضائه وقدره ورضاك بما أصابك من الابتلاءات. أيضا الله عز وجل يبتليك لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يسمع دعاءك وتضرعك ولجوءك إليه، ويرى انكسارك بين يديه. وهذه أمور يجب أن يظهرها المسلم دائما، وعند نزول البلاء لا بد أن يكون المسلم أكثر ذكرا وأكثر انكسارا وأكثر دعاء وأكثر تضرعا. إن الله سبحانه وتعالى يقرب الناس إذا ما صبروا على الابتلاءات، يقربهم منه جل وعلا ويحبهم ويرضى عنهم، وهذه من النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على المسلمين وعلى المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله سبحانه وتعالى يبتلينا ليرى نصبر على هذه الابتلاءات أم نتسخط ونظهر عدم الرضا بما ابتلانا الله عز وجل به. وكثير من الناس للأسف يفشلون أمام هذه الابتلاءات وأمام هذه المصائب التي قد تنزل بهم أو تحل بساحتهم. والله عز وجل يقول في كتابه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال سفيان الثوري رحمه الله: أي أحسنوا بالله الظن، أحسنوا بالله الظن في كل أحوالكم وعندما تنزل بكم البلايا وتنزل بكم المحن. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أيضا: قال أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. وكان سعيد بن جبير يقول: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. وهكذا ينبغي أن يدعو المسلم دائما، أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه حسن التوكل عليه وحسن الظن به. يروى في مسند البزار أن أفضل العبادة انتظار الفرج، فيا عبد الله إن من أفضل ما تتعبد به وتتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في ظل الظروف العصيبة وعندما تنزل الملمات وتحيط بك البلايا هي أن تنتظر الفرج من الله، لا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فكم نزلت بالناس من مصائب وكم حلت بالناس من بلايا، لكن انتظروا فرج الله فجاء الفرج. والله سبحانه وتعالى يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.
واعلم أن أشد أوقات الليل ظلاما هي الأوقات التي تسبق بزوغ الفجر وطلوع الفجر. قال الشاعر: ولرب نازلة أضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. من الذي يفرجها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. هون على نفسك، هون على نفسك، واسمع قول بعض السلف وهو يقول ويوجه هذه النصيحة لنا جميعا، يقول: استعمل في كل بلية تطرقك حسن الظن بالله عز وجل في كشفها، فإن ذلك أقرب بك إلى الفرج. فكلما استعملنا حسن الظن في كل بلية تطرقنا كان ذلك أقرب إلى الفرج، وليس لنا من نفر إليه إلا الله سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. فلنحسن الظن بربنا ولننتظر الفرج، وفرج الله سبحانه وتعالى قريب. أسأل الله أن يفرج عنا وعن سائر عباده وخلقه ما نحن فيه وما نعانيه، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.